كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لشيخ الإسلام ومجدد دعوة التوحيد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. زاري من ملكة وصلت تستقيم بابنو. باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. كف يلو يلاك أجيت الله يتناقرون قدروا ميتك أسونا انكس نور إسيا درقو حتى إذا فزع عن قلوبهم كالبو شاشو دنقات إيوغتو القيادة قزي قالوا إلى اللو ماذا قال ربكم جيتاتشوه من على إبابا لالو قالوا الحق حق أن يتناقروا سيلوم من اللي سألو وهو السوء الله العلي بذاتهم لصفهم بلك أنهم يبلعيهون نو الكبير بهل نقروا تالاك عن جيتان حتى إذا فزع عن قلوبهم كلبو شاشو دنقات وتوقت جيزي إنما ناشو النسو بزي لاي تفسير مهراني تلاييها الساب سنزرال كفلوج حتى إذا فزع عن قلوبهم مالت دنيا لاي شرك سيفزمو ينبرو أقاريوج كمتافاف لاي سيدرسو بزي لاي يتوكلوا روحاتو لموسى يتوكلوا ملأك تدرسو جيتاتو من دنبري علو بنبيات عما كانت يدرساتو واحي يتأيقواتو على سلسو جيتاتو من نبري علو يستغبلاتو تنقر من نبر بلو سيتأيقواتو قالوا الحق حق أنو يتنقروا بلو يمالسالو ما مناتو ما زدكاتو واقابا ما ينور بالساعات يبالت ساستاتو ليج أمر بزي ملكو يامنالو يتوسنا يموت هفاف لا يسك أي لا يسكرت الموت العبالو بالساعات دنقاتو على فسيل اللاتو ሲጠይቋቸው በዚህ መልኩ ይመልሳሉ በዚህ መልኩ የፈሰሩት ዓሊሞች አሉ። ሌሎች ደግሞ በቀጣይ በሐዲስ ላይ ለተገለጸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰማይ ውስጥ ሲወሰን መላእክት በደንጋጤ ይወድቃሉ። ራሳቸውን ሲያውቁ ሲነቁ ጊዜ እርስ በርሳቸው ጌታቸው ምን አለ ተባብለው ይጠይቃሉ ተብሏል። ሌላም የተሰጠ ሐሳብ አለ ለጊዜው ይበቃናል። وفي الصحيح بصحيح ما سرجا عندما تأو عن أبي هريرة رضي الله عنه كأبو هريرة تيزو عن النبي صلى الله عليه وسلم كنبي صلى الله عليه وسلم تيزو قال انجه بلوال: إذا قضى الله الأمر
الله عندن وساني بوساني جزي في السماء بسماي وساني بوساني جزي ضربت الملائكة بأجنحتها ملائكة بكم فوتشاتشو يمتالو خدعانا لقوله لسوك ألبا متنانس لسو نققر بمتنانس كم فوتشاتشو يمتالو وحيو بمدساتشو مجزي كأنه سلسلة على صفوان لك عند سنسلت دمزل أمي السماتشو ميساريس أتشو على صفوان ألت لا يسيرف سنسلت ألت هما دنجاي لا يسيرف يمين وروينات نزاري سقط أتشوه لدمز السماتشو ينفضهم ذلك إهم النسون يسارس أتشوال سارس أعيكب أتشوال حتى إذا فزع عن قلوبهم كالبو تشاتو دنقات يوبت وقد قزي اسكن يوقت درس بزهن تهنو بمي وقت قزي قالوا ماذا قال ربكم جيتاتو من على يباب على اللو ملائكت قالوا الحق حق أن يتنقره إلى اللو وهو السوء العالي يبليهن جيتانو الكبير تلك او نجيتها يهنن من اللي ساتشون قدي حق انو يتناقر او سيب بغالو من الباتم تقلب هنا ملكو ملك تنعوك او حق انو ولو لي الفو يترالو ويمدك مو بزرزر لي نجر يترال يتناقر او وستاني تلالف او وستاني مدر لا يمي كسات او مندن او يمي لو النجر حساب لي اللو اوطو يترالو بزيهن قزي فيسمعوها يساماتال من اللي ساتشون مسترق السمعي سرقوا يمي الدامد جرو أبي سرقوا الدامج جن مالتنا يسمال ومسترق السمع سرقوا يمي الدامد أو هكذا لك اندزينا بعضه فوق بعضه كفلوا بكفلوا ليه وطوه تنبابرو وصفه سفيان يحادث أستلالا في سفيان قلز أو بكفه بمدافو فحرفها زرق مدافو وبدد بين أصابعه كزاس بدأتو تشاتو مكاكل ليايو مدافاتو زرقتو كزامت أتو تشاتو ليايو جاتشنن عندهم كلاي عنا بغرن بدأتاتشن مالتنو جاتشنن قول قول سياف عدق بارتا تشاتركن عزورا مدافاتو بنزرقو يتاتو تشاتو ودقون هونو مالتنو كزامت جاتشن لاي لانيون جاتشن بندرد أتو تشاتن تفتاتنوال تلايتوال عندو كاندو تدنيتو بزي ملكو ودلاي بزرق لك بزيه ملكو جنوش تنبابرا ورسما يهود قالو فيسمع الكلمة نقدرني سمال جافلا يجعلو سما يجعل الرسو فيلقيها يطلعت على ملا من تحته كبتاتو ودالو ثم يلقيها الآخر كزام ليلة يطلال إلى من تحته كبتاتو ودالو بزيه ملكو عندو لديلو كتاتشالو لبتاتو ياندقمو كسواتشلالو إيتك أبابلو يورورالو حتى يلقيها كم يتلاث يتكباب بلا على لسان الساحر بدقامي ملاس لي أو الكاهن وين بتنقوي ملاس لي كم يتلاث يمجرشو علاماتشو لفاتاتشو دكاماتشو لدنقوي لما قبلنا لدقامي لما قبلنا اسكتشاف تنبابرو تدرارب وقتو يتكباب بلو مجرش لي كدقامي وين تنقوي ملاس لي يتلاله فربما أدركه الشهاب من الباتم بزوان لا من ميادرقو شهاب ميادرقو شهاب توارواري كوكب ونشبو كوكب لاي إيه تسفلد على إيه تقرسي يميوارور يا كوكب كفلنو السو يميادرقو لا فربما أدركه من الباتم يميادرقو لا من الشهاب شهاب يميادرقو لا توارواري كوكب ويمنمو تشبو يميادرقو لا قبل أن يلقيها سايد الأتبا فيت وربما ألقاها قبل أن يدركه من ألباتهم دقمو من ميهون هذا ألقاها قبل أن يدركه كمت ألوبة في تيميا قنوال إما جمرا ولي ربما أدركه يميا قنوال ساي ورور سايستر ألف أساب سايستر كم يمتال لين هذا دقمو انديهم من ألا ألقاها قبل أن يدركه ساي قنوال في تيمي تألال فيكذب معها كسوى غاري واشال مئة كذبة ماتو وشيتن يواشال ماتو وشيتن يواشال إذا فلقوا ماتوا سبان يقول أرقادبنا ويس بزات لما ملاكتنا عنده شيخ ابن العثيمين رحمه الله إنه أقربنا إلى الله إذا فلقوا بزوشة يدرس على ما لتنجي قطرار لمزيلا وأنه تفلقوا ملكتوا إلى الله نعم بركات توشة تنجأمروا كدقاميو وإن تنقوا الملاس لهي تلاتال فيقالوا أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذاس من البلال يازت أنقوا يا دقامي تنبين يوشن سياستان أنقل بزوشة الناقران كنزي أصدقين من ناقراتو أونات وشالو تالفو ألفو النام بزاج أونات
እውነተኛ ተደርጎ ይያዛል ሰውየው ይባላል فيقال ይባላል اليس قد قال لنا ለኛ በርግጥ ማላለልን ምን يوم كذا وكذا بزيه بزيه قال اندي حلالن من كذا وكذا اندي اندي بلون لك السو اندالوا على هونم وي ايالو ما سامنيا ياچن نغير يتقمواتال فيصدق يتامنال بتلك الكلمه التي سمعت من السماء كذاچ بس كسماي بتسمعچ نغير يتامنال اونتنيا تدرغو يازال بزياچ اونتنيا تدرغو يازال وعن النواس ابن سمعان رضي الله عنه كان نواس بن سمعان تيزو الله ملكام سلاحكم يوداد الله شونا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيان به بلوال قالوا إذا أراد الله تعالى يلاك والله بشاكزي بفلاكزي أن يوحي بالأمر بأن دقودي بوحي ما استلالف بفلاكزي ملك وتاوي هنا ملك مدرس بفلاكزي تكلم بالوحي بوحي ينقر على الله سبحانه وتعالى بوحي ينقر بذيهن قزي أخذت السماوات سماياتي إزالو منه كسو وحي كسو نققر رجفة من قد قد إزالو بد نقر سمايات قوزان كمهناتشو هيوتي للهاتشو كمهناتشو قار يا الله سبحانه وتعالى نققر يميسامو بمهناتشو يميسامو يميسامو بمهناتشو بد نقر ينقر كتعالو او قال ويمزقابي دمو من بلوال رعدة شديدة تدلك هنا مرقف قفن يزالو من قد قد يزالو ملك تنجو يتناقلو تاندون قالنو ويم ويرجفة ويم دمو رعدة شديدة زقابيو سلطة درات عرنو خوفا من الله عز وجل الله انك مفرات سمايات يرقف قفالو ينقر كتعالو وحي سنقر فإذا سمع ذلك أهل السماوات يسمايات نواريو تهنن بسمو قزي صاعقو صاعقوا راساتهم يستالوا راساتهم يستيورقالوا كذا ما لفس لللهو وخروا لله سجدا لا الله بسجود يدفعلوا راساتهم اسكميستو بدنغات اسكميودقوا يدرسالوا كذا سراساتهم سيعقوا من يادرغالوا قطتا سجود يدفعلوا فيكون يهونال تاديا اول من يرفع راسه يمجمر راسون يمياقنوا يهونال جبريل جبريل يهونال يمجمر راسون يمياقنوا كملائكه من يهونال جبريل ይሆናል እንግዲህ ጅብሪልም ደንግጠው ከመወድቁት አንዱ ነው ማለት ነው ነገር ግን መጀመሪያ ቀድሞ የሚነቃው እሱ ይሆናል ከሱጁድ የሚነቃው እሱ ይሆናል ራሱን የሚያቀና فيكلمه الله الله يناغرال من وحيه كوحي بما اراد يشاؤ يفلقون يناغرال ينغرال ملكتون ያدرسዋል ثم يمر جبريل كذام جبريل يالفال على الملائكه بملائكته بياندندو سماي لايك قالوت سما ملائكته زد يالفال كلما مر بسماء بيان عند سماء بالف قطر جبريل ساله ملائكتها نواريوچا ملائكته يطيقوتال ماذا قال ربنا يا جبريل جبريل هو يجيتاچم مندن يالو يالو يطيقالو فيقول جبريل جبريل ميلال قال الحق حق انه يتناغرو يلاچوال حق نو يتناغر وين دهو بتقلو تنغاغرو ليقري يشلال وين بزرزر ينغاغرو يشلالو يتناغرون زرزر ملكته وهو السوء العلي الكبير السوء العلي يبلي هنا بذاتهم يبلي هنا كليلو من وروك فطران هلو بلي كسمايات هلو بلي كعرشو بلي وهم بمجلج اوتن يبلتنا يا الله مجلج اوت كهلو ميلاقونا شونا بكفر من دزيوه يبلي هنا جيتان بسموتهم يبلي هنا جيتان الكبير تلك هنا جيتان كل نقرو تلك هنا جيتان فيقولون بذيهن قد يلالو كلهم كلاتهم مثل ما قال جبريل جبريل يالو عينتي لالو النسوم قال الحق وهو العلي الكبير يالو استقابالو فينتهي جبريل جبريل تهدى يدرسال بالوحي وحي يزو إلى حيث أمره الله عز وجل الله أشينا في النهلاك أيهن وقيتا وداز زووتا سكاز زووتا يزو يدرسال وحي اندي درس وداز زووتا يزو يدرسال خير إهن يوم حديث يزرف مهران ضعيف اندهنا قل زوال ضعيف اندهنا قل زوال كذي حديث وست بركاته من وزراء سوق ومن أقروا تعالوا تقيتوا شلا من ملكات برأسوا تزرزروا تعالوا فيه مسائل الأولى تفسير الآية الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا ما تعلق على الصالحين وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب.
الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألون. الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي حيث أمره الله. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. الثالثة عشرة إرسال الشهاب. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. السادسة عشرة كونه يكذب معها 100 كذبة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون 100 كذبة. التاسعة عشرة كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. الحادية والعشرون التصريح أن تلك الرجفة والغشي خوفا من الله عز وجل. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا. في مسائل أنكر أنكر نتبوت بزي سريالوت. الأولى مجمرة وتفسير الآية يأنكسوا مبراريا الفوال. ولتنيا ما فيها من الحجة بوست أيالو ما سرجع لبزي شانكس وست على إبطال الشرك شرك ودك أبا مدرك رقت خصوصا بتلي من أقموم من تعلق على الصالحين بدقا قوش لي من دهد دقا قوش أنكوان ما يدلم للي لالي تأكمو راسات شو يمي دانت ودكو ما نندهونو ميتأكو مالك تعلاته. وهي إشي أنكس الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك يشرك زاف سروج يميتك ورارتنات يتبال الله تنقص نجج إنها تقطع تقورت اللجسوة عروق شجرة الشرك يشرك زاف سروج عن بدأت ساية متت النجج تبلو تقلز الله تنج من القلب كلب وسط ملاكتوج بزي ملكو دنجت أو يميوتكو كهونا راسا شمس كميستو سماياتن قوى بدن قاب إيه ميرقى فقفو كهونا ما أنه اندفى اللغة لسولج اللي تايمي هنا هنا إني لتشجروا كذي درعش يمي هنا وما أنه إهنن يملأك توش دنقات إنه نتا استوالا سمايات دين دمي هنا استوالا سو وداها إيالو كتاب اتشافيتون يازور حل كالبوست يشرك انزاف السروج بدأت صو يميت الملك تروبزي وستقال. الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. حق أنه يتناقروا إلى الله السوم يبلاينا تهلاك هنا جيتانو يمي لون تنتاني أسلفنا. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك إهنن يميت أي قبة مكنات تجلس وعلى فرعت أشوف دنقات أشوفهم ما يكو أقوى مثل نجار دائما تعلم دايك كتوج دنقت أو تجنق أو نهين يميت أي قبة. الخامسة أمستني أن جبريل يجيبهم بعد ذلك كذب وحلا ملسي ستأشوال بقوله قال كذا وكذا يا لون دين 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 هو بلوي نقرأ أشوال قال الحق ولا أدل لما مين نقرأ ميقوم يتفلق وملك وزرزري نقرأ أشوال. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه يمجمّر يا راسون يمياك أنه جبريل جبريل من دهون تجلس وحل. سفاتني أنه يقول لأهل السماوات كلهم لسماوات النواريوش لهلهم يلا تشوال لأنهم يسألونه سلميت أيقوت يتفلقوا يتناقروا حق أنه ملك تمه هي نورين قرأت تشوال. سمنتني أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم بدن القهد إمودك وراس المساتو لسماوات النواريوش ملكة الباتك عليه هلهم. ستنيا ارتجاف السماوات لكلام الله يسمعت منك تجلس قال يا الله ان اللي قلت يسمو بمدنقد بمفرات سمعت انكم هيوتي لله. العاشرة استرنيو ان جبريل هو الذي ينتهي بالوحي وحي يزو كتفلق بوتا يميادرسو الى حيث امره الله الله كاز زبوتا يميادرسو جبريل اندونا
بزيه باب وست بس فوت مرة جوات نرد على أسرع عندنا ذكر استراق الشياطين شيطانوش انديت هدرقو تدبقو اندمي سرقو تقلسو هال أرس برس تدراربو تنبابرو لي سرقو اندمي موكرو ألف ألف اندمي ساكالاتشو ليلاق زيرقمو اندمي ماتو تقلسو هال أسرع لك صفة ركوبي بعضهم بعضها كافلو كافلو لا انديت اندمي وطو انديت اندمي متقلات تقلو تقلسو هال صوفيان اندقلسوت እጃቸውን ከዘረጉ በኋላ ጣቶቻቸው ለይተው አንዱ ባንዱ ላይ የተነባበሩ እስከ ሰማይ እንደሚወጡ ገልጸዋል። አሳኒተ 10 12ኛ ሲፋቱ ሩኩቢ بعضهم بعضه كفيلو كفيلون እሺ ደግምኩኝ 12ኛ ارسالو الشهاب ارسالو الشهاب ተወርዋሪው ከከዋክብት ላይ የተስፈነጠረ የሚሄድ የሚወረወረው ችቦ እንደሚላከባቸው ተገልጿል። 14ኛ انه تاره يدركه الشهاب አንዳንዴ الشهاب እንደሚያገኘው قبل أي لقيها قبل أي لقيها سيورور بفيت سيورور بفيت شهابة نمي يغنيو تقلزوها وتارة يلقيها للاقزي دقمو في أذني وليه كوليو كوداجو مالكم كشيطان كتنقايو كدقانو جرولاي اندمي ورور تقلزوها لميزيس سرقو ميامت أو النقر من الإنس فسولج مالتنا قبل أي دريكه مي ورورو ككب كما غنيتو بفيت أثراء مستنيا كون الكاهن كون الكاهن ጠንቋዩ መሆኑ ያስደቁ بعض الاحيان አንዳንዴ እውነት እንደሚናገር ከዚህ ሐዲስ እንረዳለን። ጠንቋዮች ከሚናገሩት ውስጥ እውነት እንዳለ እዚህ ሰርቆ ልክ በዚህ ሐዲስ ውስጥ እንደተገለጸው ሰርቆው የሚደርሳቸው እውነት አለ። ምናልባት በግምት የሚያገኙት ይኖራቸዋል። ከቀሪን ጋር በሌላ ሐዲስ የተገለጸ ከቀሪን ጋር በመተባበር የሚያገኙት ነገር ይኖራቸዋል። ስለዚህ እውነት የሚናገሩበት ሁኔታም ሊኖራቸው ይችላል። السادسة عشرة كونه يكذب ጠንቋይ ደግሞ እንደሚዋሽ ከሐዲሱን እንረዳለን። ማዓሃ ከዚች እውነት ጋር ከሰማይ ካገኘት እውነት ጋር 100 ከዝበት 100 ውሸት በርካታ ውሸት እንደሚጨምርባት። 17ኛ انه لم يصدق كذبه الا بتلك الكلمه በውሸቱ እንዲታመን አልሆነም ከዛች በዛች ንግግር ቢሆን እንጂ አለች سمعت من السماء ከሰማይ በሚሰማት ወሬ እንጂ እንዲታመን አልሆነ የታመነው በዚህ መልኩ ነው እንጂ ውሸቱ ያደላ የበዛ ነው። 18 قبول النفوس للباطل نفسه لا باطل لا حسد يلاچون تقبلنه تزنبايلنه كزي حديث ممار انجلالن كيف يتعلقون بواحده انديت بانديت اونت ينتلطلالو ولا يعتبرون ب100 100 وشت كسويو يتنصبرق بركاته وشت كزي يايو انديت سسون گمتا يوسون كسو انديت هايماروبتن نغرغن يسو لج با ابزاهنياو نفسوچو لا باطل تزنبايلناچو ማስተዋል እንዲችል የሚያደርጉት በርካታ በዙሪያው ይያሉ በሚያገኛቸው ሸዋጅ ነገሮች ጥቂት ሸዋጅ ነገሮች ገደል ይገባል። 19ኛ كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمه ሰዎች ከፊሉ ለከፊሉ እንደሚቀባበሉ ይችን እውነት ከሰማይ መጣ በጠንቋይ እንደበት የተነገረቻውን እውነት በተግባር ያገኙትን እውነት ይቀባበላሉ ويحفظونها تطبقهم يزواتهم ويستدلون بها ማስረጃም ያደርጓታል። ሰዎቹ አዋቂዎች ናቸው ለማለት ጠንቋዮቹ ደጋሚዎቹ እነተኛ ናቸው ለማለት እንደማስረጃ ይተቀምታል ይሄን እየተቀበሉ ይሄ በስፋት በተጨባጭ የሚታይ ነገር ነው። 20ኛው العشرون اثبات الصفات يا الله መገለጫዎች ማጽደቅ አለ በዚህ ባብ ውስጥ خلاف للاشعريه المعطله الراقواش كهونوت اشعراዎች በተለየ الله صفة بزي باب وسط يتجلزوا الله بواحي إنا قرال يميلونه سلزي الكلام لله لا الله نققر اندالو الناس أرك على لا الله نققر اندالو الناس أرك على يا الله نققر بمستوى برقد يا مجمري وچو أنجاوش جهم يوزنا تشيت انتوشو جهم جعد بن درهم يمسارته وبجهم بن صفوان يتسارهجو جهمي لا الله سبحانه وتعالى سموتنم صفة وچنم مالهز أدكم معتزي لهوش دقمو ورد بلو مأتو ስሞቹን ብቻ ጽድቀዋል ሲፋቱን ሳይዘርቀው ስሞቹን ለክ ለአንድ አካል ለአንድ ነገር የተለያዩ ስሞችን እንደማጽደቅ ነው በሚል በርካታ ስሞቹን ብቻቸው ያለ መልእክት አጽድቀዋል። ሙዕተዚላዎች አሻዒራዎች መጥተው ከሲፋዎቹም በርከት ያሉ ከሲፋዎቹም ከፊሎቹን ካጸደቁ በኋላ በርካቶችን ሳይዘርቁ ቀርተዋል። ጥፋታቸው ከነዚህ ከሁለቱም ቀለል ይላል ምክንያቱም የተወሰኑ ሲፋዎችን አጽድቀዋል ለምሳሌ ዒል ኢራዳ ሰም መስማት መመልከት ለመሳሰሉትን ስለ አጸደቁ የተወሰኑ ቁድራ ችሎታን
እነዚህን ሲፋዎች አጥቀዋል ከላምን በተመለከተ እንደ ጥቅል ቢያጽርቁትም እንደ ጥቅል ቢያጽርቁትም ሐቂቃው ውስጥ ሲፈተሽ ግን በተጨባጭ አላጸደቁት በእጃችን ያለውን ቁርአን በእጃችን ያለውን ቁርአን ከዒባራ አን ከላሚላ የአላህን ንግግር የሚወከል እንጂ በራሱ የአላህ ንግግር አይደለም ነው የሚሉት ሐቂቃተን የአላህ ንግግር አይደለም ይላሉ ከፊሎቹ የጅብሪል ንግግር ነው ሲሉ ከፊሎቹ የሙሐመድ ንግግር ነው ይላሉ ምንጩ የሙሐመድ ነው ከፊሎቹ የጅብሪል ነው ይላሉ በተጨባጭ ግን የአላህ ንግግር አይደለም የአላህ ንግግር መነሻም መቋጫም የለውም ወጥ ነው ነው የሚሉት ይሄኛው የአላህ ንግግር አይደለም ስለዚህ አላህ ሲፈልግ ይናገራል የሚለውን አያጸድቁ እናም ይሄ ተዕጢል ስለሆነ የአላህን ሲፋ ማራቆት ነው ለአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በፈለገ ጊዜ ይናገራል የሚለውን ማራቆት ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሶት በድምጽና በፊደል በحرف ይናገራል የሚለውን አያጸድቁ እንዳውም ለክ ከበር ጥፋት እንደሆነ የሚያወግዙ ሰዎች ናቸው በርካታ አእመተ ሱና የሱና ምሁራንን በዚህ መውቂፋቸው ሳቢያ ሲያሰቃዩ የኖሩ ናቸው እነዚህ ሰዎች እናም ለአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መልእክቱን ሳንጠመዘዝ ንግግር እንዳለው እናጸድቃለን ለአላህ ንግግር እንዳለው እናጸድቃለን ይሄ ከአሽዓራ አራቋጮች በተለየ ነው الحادية والعشرون هيا عندنيو التصريح قلت ملكتا الذي وسط بأن تلك الرجفة ياشي يمريت من قد قد مرقف قد والغشي يملأك بدن قد مودك راس ست ومودك خوف من الله عز وجل الله كما فرات عندهنا ملكتا له الله كما فرات يمنج عندهنا هنا قرمي كسته يهم مر الليلة من ورسوات تلك يونكم نقر الله ما ننو بالله لأي قارو يتنازم عنه ይህን ነገር ቆም ብለው እንዲያስተውሉ ያደርጋቸዋል ደካሞችን ነው እየተጣራሉት ይልቁንም ሀያሉን ጌታ ሊጣራ እንደሚገባቸው ሊያስተውሉ ሊደነግጡ እንደሚገባቸው ጥልቅ የሆነ መልእክት አለው በዚህ ውስጥ አሳኒየት ወልዒሽሩ ሀያ ሁለተኛው انهم يخرون لله سجدا ملائكته لله بسجود يدفعلو መተናነታቸውን ለማሳየት ታዛዥነታቸውን ለማሳየት በደንጋቴ ስጁድን ይደፋሉ ተብሏል ይህም እኛም የነሱን አራያ የነሱን ተምሳሌት ነው ለነካታል የሚገባው ይበልጥ አስደንጋጭ ነገር ቢያጋጥመን እንኳን ይበልጥ ታዛዥነታችን ሊጨምር እንጂ የሚገባው ይበልጥ ወደ ስጁድ ወደ ተውሂድ እንጂ ለነሸሽ የሚገባው ከሱ ጋር ወደሚያራርቀን ሽርክ ውስጥ አይደለም መግባት ያለብን በዛሬ ዚሁ ላይ ይበቃናል ሱብሃነከ اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب